والله على اليوميات الحمد لله، بس تعرف يعني الاوضاع من منع الجوال شوي اثرت علينا، والعام تعرف عيشته على اليوميه، يعني غير اليوميه ما اقدر استفاد منها. فاذا قاعد اطال بطال اثر علي، اذا صاحب اطفال وايجار تاثر علي فد مره، يعني ما شو من كان هسه تقريبا الاوضاع فد مره الحركه، يعني ما تقول مثل قبل نفس الحركه. والله بشكل اثر علينا تقريبا قبل فتره من قبل 3 اشهر اكثر فد مره اثرت علينا، حتى يعني قمنا ندين فلوس بس في سبيل يعني يعني شطارنا والايجارات. فتعرف الاوضاع شلون يعني الشغل؟ والله حاليا واقف، يعني مثل ما تشوف انت، يعني مثل قبل الكورونا كان شوي حركه قمنا العالم تشتغل، عامل قال اني عايش نفسه واقدر، هسه لا والله. وانت الكاسب على اليوميه تعرف ايش وضعيته؟ والله نطالب بس الحركه الشغله ترجع مثل قبل، ما اريد كل شيء، يعني الحركه الوضع يرجع مثل ما هو شويه، واحد يقدر يعيش، واحد يقدر يجمع مال. ظلت اوضاع والله صعبه صعبه حيل. بالنسبه لعمال المطاعم هسه انا عندي 7 عمال، 7 2 نازلين و5 قاعدين. السبب يوميه جايك عزل المطعم، منع التجوال. بس الايمن ترى ها الله وكيلك، الايسر كله مفتح. ما تكفي، ايش تكفيني يا ابن عمي؟ ايش تكفيني؟ وايجار مولده، ايش تكفيني يا ابن عمي؟ وهي حاله بس علينا ترى، ما صارت هاي. والله بس الايمن ابن عمي، بس الايمن، اجتهادنا احنا بس بالايمن. يعني عليه من الناشد ما نعرف عليه من نروح، عليه من نجي. والله ما نطالب، احنا قبل ايام ام خاطبنا نقابه العمال، وعن طريقهم بلكت يخاطبون اللجنة، يعني يجون يشوفون حال المطاعم يفكوها. يعني هسه الغابات مفتوحة، جامعة مفتوحة، المولات مفتوحة، الأسواق مفتوحة، الجامع والمطعم مسدود. والله نطالب يوفرون فرص عمل، يوفرون مثلا وظائف للعاطلين عن العمل، يعني مثلا راتب يسوون هاي مثلا، انطوا هذا الراتب مال هاي مال المنحة، انطوا شهر واحد ووقفوا علوا، يعني يسووها كل شهر، يعني كل شهر هذول القاعدين بطالين اكو عالم حصر عليها 1000 دينار ما يفوت على بيتها. يعني حضرة الشوال خففوا علينا، يعني ما لها داعي، يعني هذا جزي وما جزي، احنا بطالين والله وعندنا يتامى.